وبالعودة مشاهدينا لما يجري حاليا في الشمال المحاصر من مجازر وكذلك في الجنوب، ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع دكتور عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح معنا عبر الهاتف. أهلا مرحبا بك معنا دكتور عماد. أهلا ومرحبا. بداية دكتور، يعني مع هذه المجازر المستمرة في عموم مناطق القطاع، حرب التجويع والإبادة، حرب دثر وجود الفلسطيني في أرضه، ما الذي يمكن أن يقال؟ الذي يقال أن الحكومة الإسرائيلية في الوقت الذي شغلت فيه العالم بالأهداف المعلنة لحربها على قطاع غزة، عندما قالت أنها تريد أن تقوض الحكم في غزة وتريد أن تجعل نفسها آمنة من بطش القطاع لعقود طويلة وأنها تعيد الأبصار، كانت تشغل العالم كله عن الهدف الحقيقي وهو كنف وطرد الفلسطيني من أرض وطنه وتهجيره في أبقاع العالم بعد قتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين. بالمناسبة لو كانت إسرائيل لا تريد ذلك لكانت لم تتجرأ بهذا القدر من قتل الأطفال والنساء والشباب والشيوخ، لأنها تعلم أنها في كل بيت تقتل منه طفلا أو سيدة أو شابا أو رجلا أو شيخا فإنها تترك ثأرا لدى هذه العائلة لا تبدا ان ياتي يوم وتستطيع ان تاخذه هذه الاسره، وبالتالي هم بالمئة الف شهيد وجريح في قطاع غزه او يزيد لديهم 100,000 فأر، فلو كانوا يعملون حساب ان الفلسطيني سيبقى في قطاع غزه لترددوا ربما في مواصله حرب الاباده وجريمه المحرقه، لكنهم ماضون في مخططهم الاساسي وهو مخطط التهجير بعد قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني. ليس لديهم لا استراتيجية ولا سياسة ولا رؤية ولا يوم أول ولا يوم ثاني ولا يوم أخير. القصة باختصار هي نية قتل، وبعد القتل عن طريق قصة وترصد التهجير أو الترانسفير الجماعي. هذا هو فقط الذي ينبغي أن يقال. نعم، طيب دكتور، يعني وسط كل هذه الظروف هل بات العالم الآن يستكثر يعني على المنكوبين في القطاع كلمات التنديد، كلمات الاستنكار حتى، أليس مريبا هذا الصمت العالمي رغم هول ما يجري حاليا؟ يعني اليوم في خان يونس وضعنا عشرات الشهداء، وشاركت بنفسي في جنازة أبناء وأحفاد وزوجة وأصغر حتى وزة أيام الإصلاح الديمقراطي تعاقد فتح الأخ المناضل عادل عابدين، ورأيته وهو يسجل زوجته وابنته وبناته وأولاده وأحفاده وأزواج بناته بيديه في الحفر المتلاحقة في الصدور التي صنعت خصيصا لهذا الغرض. العالم لا يريد أن يرى هذا المشهد، العالم يغمض عينيه عن مجزرة يذهب فيها 50 أو 100 أو 200 أو 500 من الفلسطينيين. تجد أن قادة الدول العظمى التي تسمي نفسها عظمى، العظيم ينبغي أن يكون عظيما بسلوكه وليس وضيعا في سلوكه وعظيما في قدراته. الواقع أنهم يتحدثون طيلة الوقت عن 100 أسير إسرائيلي في قطاع غزة ولا يلتفتون حتى لألف شهيد أو 10,000 شهيد أو 100,000 شهيد أو 100,000 جريح أو 100,000 أسير في قطاع غزة أو من أبناء قطاع غزة الذين تعتقلهم إسرائيل. هذا العالم الظالم الذي يرتكب الكيانين، هذا العالم مزدوج المعايير، هذا العالم الذي منذ اللحظة الأولى من وقوع الحرب أعلن اكتفافه إلى جوار الصهاينة وإلى جوار اليمين الصهيوني المتطرف، يعني على وجه التحديد هم ليسوا حلفاء مع كل إسرائيل. إسرائيل فيها الديمقراطي وفيها اليسار ربما فيها الليبرال وفيها المواطنون الفلسطينيون الذين يقيمون في أرض وطنهم منذ العام 1948 وفيها قرائد عدة لكنهم اختاروا أن يصطفوا بجوار اليمين اليهودي أو اليمين الصهيوني المتطرف. هذا هو خيار يسمى بالعالم المتحضر، وهذا التحضر شهدناه بأم أعيننا عندما زودوا إسرائيل بالقنابل الثقيلة وبالقاذفات وبالصواريخ وغيرها من معدات القتال القتل والبطش بحق الفلسطيني، ولم يملكوا تجاه شعبنا سوى ان يحدثون وقت لاخر عن رغبتهم في ارسال الطعام وكانهم
يريدون أن يسلم من الفلسطينيين، يأكل اليوم يشبع يكون بصحة جيدة حتى ثلاثة إسرائيل من قتله في اليوم التالي وهو في يعني كان القوة. نعم. طيب دكتور عماد، الآن الشمال في أصعب أوضاع وفي أصعب أوقاته كما تعلم، الاتصال منقطع تماما عن كل أهلنا هناك في الشمال، المستشفيات اقتحمت وخرجت عن الخدمة، هل ترك أهل الشمال لملاقاة مصيرهم الآن؟ نعم، نحن العالم عندما أتحدث عن كل العالم كافة بدون تصنيف، كلهم تركوا قطاع غزة ابتداء ثم بعد ذلك الشمال القطاع، لذا عندنا بالقطاع بالمناسبة يعني في الوقت الذي يباد فيه أهلنا في شمال قطاع غزة وفي الوقت الذي يفتحون فيه ويقوم في القطار ويقتلون أو يدفعون أحياء وفي الوقت الذي يعني لا تستطيع الأم أن تعرف يعني ابنها من غيره بعد أن عصر التأيل بالتراب وديه الأطفال واختلق الأمر على كثير من النساء في الشمال المحاصر والشمال المنكوب في جنوب قطاع غزة، هناك مجاعة بكل معنى الكلمة يعني كنت في الصباح أتجول بين أكثر المكان للتسوق لتسوق الخضروات، لا يوجد شيء، كل السلع الأساسية مفقودة الآن في جنوب قطاع غزة، من أسعار جنونية وطبيعة الحال نحن نواجه هنا الفرقة 98 التي دمرت محافظة طنطا وهي فرقة عسكرية إسرائيلية كما يعلم الجميع، أو 90 هي فرقة اللصوص الذين يختصمون علينا منازلنا، والفرقة رقم 100 هي فرقة تجار الحروب الذين روعوا الناس في زيادة الأسعار وارتفاعها بشكل جنوني، ورغم أن كل الأسعار في أعلى مستوياتها لكن شيئا غير موجود في هذه الخطوة حتى تتمكن من شرائه. الكارثة كبيرة، العالم يدير ظهره، العالم منشغل بالمئة أسير إسرائيلي في قطاع غزة ولا يلتفت حتى لو مات نفسنا جوعا والنصف الآخر قتلا في شمال القطاع. شكرا جزيلا دكتور عماد محسن، الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حدثتنا عبر الهاتف من خان يونس.